أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود الطقس صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 28 درجة مئوية الملموسة 27، الرطوبة مرتفعة حوالي 84%، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة مع 30 كيلومتر في الساعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمال. الرياح نشطة في المنطقة الشمالية، أربد 28 إلى 16، مفرق 30 إلى 17، جرش 28 إلى 15، وعجلون 26 إلى 14. المنطقة الوسطى البلقاء 28 إلى 17، العاصمة عمان 28 إلى 18، الزرقاء 30 إلى 20، مادبة 28 إلى 17، البحر الميت 35 إلى 22. المنطقة الجنوبية الكرك 25 إلى 16، الطفيلة 26 إلى 17، الشروق 25 إلى 16، معان 31 إلى 19، والعقبة 35 إلى 25. المنطقة الشرقية رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في الصفاوي 34 إلى 17، أرويشة 35 إلى 20، والأزرق 34 إلى 19. إلى اللقاء.